انت بتعمل ايه يا خميس؟ طب صحيح ده ولا انا بحلم؟ سي خميس اقرصني علشان اتاكد ان الكلام اللي بيحصل ده كله بصحيح. يا بت ما انت شايفه وسامعه بعينك اهو. ايوه بس مش قادره اصدق ان دي الشقه اللي هعيش فيها مع افندينا. يا بت بقى بطلي هبل بطلي هبل، فوقي بقى وصدقيني. قلتلك صدقيني وانتي مكنتيش مصدقاني. ده انت من ساعة ما ندهتلي سبت اللي في ايدي كله وجريت، حتى ابو سن سبته نايم وخرجت. انت عملت فيا ايه؟ وانا من ساعة ما شفتك وانتي مخيشة في نافوخي على الاخر، مخيشة في نافوخي على الاخر. لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان ناقح عليا اوي. هو ايه ده يا اخويا؟ ضميري ده تديله بالجزمة. حاولت ياما يا ماما، انت مهما كان برضو مرات الخيال. ده انا من ساعة ما شفتك وانا مش طايقة لمسته على لحم السرير. سكاكين بتقطع في جدتي. الأوضة بقت سجن يا سي خميس. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف. تخلعي منه نضيف نضيف، ونوصل الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف، عشان انا راجل احب الشغل يبقى نضيف نضيف. احب الشغل يبقى ايه؟ نضيف نضيف. ويتوب علينا ربنا. سهلة، انت تطلقني منه وتتجوزني انت، وانا اعيش خدامة تحت رجليك. هيحصل بس انا اصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا، وليا اعداء ياما واقفين لي زي اللقمه في الزور. اولهم الواد براء ابن نوح، ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودنا نضيف نضيف. صح، خلاص ما توزع عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم، وبعدين انت يا اكتر الرجاله اللي تعوز تخدمك. بس ده غشم، ده غشم، وانا ماليش في الغشم. أنا عندي ترتيب تاني وممكن أنت اللي تساعديني فيه. وأنا ملكك وبين إيديك. هيحصل. هو أنت على طول مستعجلة كده؟ بالهداوة بالهداوة عشان ناخد دورنا. خلاص أؤمرني وأنا نفس. أنا عايز مطرة مرات الواد براء تبقى في حبك، وانا مد ايدي والقفه ويتوب علينا ربنا. ايوه بس انا هجيب لك مطره دي منين؟ صحيح، تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ حنتومه. ده حنتومك انت؟ ده حنتومك وانت الصادقه. يتوب علينا ربنا. يا استاذ استنى رايح فين؟ ايه ده؟ انت خدت كده ازاي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ والله يا استاذ غصب عني، ده قال انه جاي معاك وزقني وراح داخل عليك. هنقعد نرغي طول الليل يا متر ولا اخش في المفيد ونخلص؟ روح انت دلوقتي يا نوفل. حاضر. واقفل باب وراك. حاضر يا استاذ. نعم، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزه، المعلم هو اللي عايزه. معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر. ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف. اروح له فين؟ طب كاتب في المصلحة قبل ما اجيلك. يلا سلام. شفاعة؟ على فين يا ست الكل؟ انت مالك انت على فين؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ لا براقبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه. انا كنت بادي مفتاح للمعلم فشفتك قلت اطمن، يمكن عايزه حاجه كده ولا كده. لا مش عاوزه حاجه، انا كنت بزور واحده معرفه وخلاص. ماشي، انت رايحه ولا راجعه يا ست مطر؟ خليك في حالك. حلو قوي الكلام ده. الحساب يا ابني. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس؟ اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمه. أنا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. اطمعش بقى في أكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع. ده استرداد حق. ها؟
هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابن كار فاهم الشغله كويس ومفطب ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش في لا مؤاخذه يعني خرفان بتترمي للحكومه؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا، انا مش عايز حد يزحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المره دي يا خميس، العمورتي عايز يكسب الكل ويامن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجه يا ابن بطن. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، ألف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز أقول لك حاجة، السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ إيه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. إياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت قريت قريت. بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس. طلب البضاعة يا كبير. دي مش طريقة دي يا معلم نوح. ما أنا جاي لك أهو بمزاجي. الراحة الراحة يا متر، دي مجرد إجراءات أمنية. هي دي برضه الأصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شوية لا تقلق عيل. أنتوا عايزين مني يا معلمين؟ كل خير. مش باي. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله. بس انت ما تقاطعش. بدران، انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم رائع. ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا تلات اربع مرات. ومن غير ما نعرف هو كان بيدي لك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر، احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي. طب يا معلم، لو عندك قضية هات لي ورقها دلوقتي وأنا هدرسها أنا لو عندي قضية كنت جيت لك مكتبك بنفسي، وكنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. أنت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. إحنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه. المفروض بقى كمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضه العدل يا متر؟ يا
انا مش قادر افهم انت ازاي مأمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا بقيت فاهمك يا حاج. شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا نفهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ اه، بس دي ما تنسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ رمانه. رمانه. اه رمانه. خشي اللي بره. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا توره؟ مش رايحي نفسك شويه يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم، انا عارفه ان اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الابواب، وانا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، انا تمام، وبقيت اقدر اطبق يومين ثلاثه. يا سلام. طب ما عملكش شويه قهوه؟ ما تعمليش حاجه، صدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي انت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي. يلا. الو. ايوه يا منى. بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايزه اعود نفسي عليها. دبريني قولي لي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام. كل سلطة يا معلم، سلطة. شكرا. سلطة يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم بيدك. كنت حتة اللحمة دي وبابا، حتة اللحمة دي وبابا. وبابا أنا وشيف، أنا وشيف أبو. وفي إيه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لاحلى عريس. تشكر يا فندينا. حبيبي. وده لحبيبي. ايه دي النقطة؟ عسل، طول عمرك عسل يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إني أكسب من على جبيني. اوه برافو برافو خميس،
طول عمرك تبهرني بسلامتك. متعلم منك يا باشا، متعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. انا بقول يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 في ايه يا فندم؟ ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اليخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. يا سلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله، قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه وبتاع ايه يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على الاخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدبها وحش. عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلام، أصله تعبان شوية. عموما واضح إن هو تعرض لإنفعال مفاجئ، بالإضافة إذا كان خد حاجة يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنة اللي خدها هتخليه كويس جدا إن شاء الله. يا رب. يعني إيه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا إيه؟ يا بنت اتكلمي شوية، شهر عسل إيه وبتاع إيه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح. يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكتي بنت الدوية. اديني الحباية، الحباية. 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 سلامتك يا معلم. ألف مليون سلامة عليك يا أخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيرة قوي. خدتوها على إيه يا أختي العين الكبيرة قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبة القمر راكبها جمل. شايف مراتبتك بتلقح عليا بالكلام إزاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما بقوم. اصبر عليك أما تقوم. بقوم. والله طلعت قد القول يا باشا. اللي عمله العمروطي الليله كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المره اللي فاتت؟ لا، في شغلتنا دي ما تامنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمه في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟ ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ أكيد الحكاية دي وراها مصيبة. ليه يا خال؟ هو أنتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهولة دي؟ اشمعنى بقى؟ أنت بتعايرنا يا خميس ولا إيه؟ أنا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس، وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينة فوق رقبتنا. أنت اللي سلمت رقبتك يا خال. ما تزعلش مني. هي محشورة في زور أصلها، واقفة من ساعتها، مش عارف أبلعها. كان نفسي تقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله. يبقى احسن برضه. ماشي يا حاجه. ماشي. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليكي،
يا صباح الورد على جناين مصر كلها. خلاص يا حنتومة، صبرت ونولت، الدنيا كلها فتحت لي ايديها. الحلم فاضل له تكه ويتحقق، والتكه دي في ايدك انتي، وعشان خاطري بقى تكملي جميلك معايا. بالراحه على روحك شويه يا ست شوق وفهميني. هفهمك، بس لازم تعرفي ان اللي عملتيه معايا ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. كله بحسابه وانا تحت امرك. وبالنسبه للحساب اللي خدتيه مني قبل كده هتاخدي قده مرتين. قولي تلاته. شوقتيني. قولي لي بس انت عايزه اعمل لك ايه يا ست شوق؟ في واحدة بتجيلك هنا اسمها مطرة، عارفاها؟ طبعا عارفاها ست مطرة، دي ست كريمة وإيدها فرطة. أفندينا له مصلحة عندها وقصده، وأنا عايزاكي تقفي جنبي وتساعديني يا حنتوش عشان خاطري. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. الله الله، عيني عيني، أنا تحت أمرك يا ست شوق. ده أنا هفعصه، هعجنه بإيديا دول وارميه لكلاب السكك. طب بالراحة وطي صوتك بس، أنت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا يا رمانة، وسخ معايا على الآخر. فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغاية ما نوله غرضه. يعني خميس كده خلاص؟ حط إيده في إيد الباشا؟ حط إيده بس، ده ركب ودلد الرجلية يا ماما. ده بقى زي ظله معاه في كل حتة. ودي آخرتها، عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا، وحياة أمه لا يجي عليه الدور هو كمان. طب اهدى يا أخويا واقعد، لا يطقلك عرق، مش هنعرف نفكر بالعصبية دي. هي ما فيهاش تفكير، هي خلصت خلاص. بص يا بنت الناس، أنا بيني وبينك اتفاق وده وقته، وهتنفذي اللي هقوله لك بالحرف الواحد رمانة. أنفذ إيه بس؟ مش لما أعرف الأول؟ هتعرفي كل حاجة. بكرة عدى عليك الظهر هرسيك على الحوار كله. استبينا بنت الناس؟ استبينا. وحياتك اللي عامل لك في الحتة دي حتة صومعة، تبقى يعني استبن القط النوم، عشان يعني لو جينا في يوم من الأيام وزهقنا منها، ولو إننا عمرنا ما هنزهق منها حتى لو الركنة طولت فيها. قبل بقى كل ده مش تقوليلي عملت ايه؟ السؤال ده على فكرة فيه إهانة جامد ليا. يعني حصل؟ حصل وحصل وحصل، وكلها يومين تلاتة وسرها هيبقى في عيب، وساعتها تمد ايدك بقى وتغرف زي ما انت عايز. يعني مالي عيدك يا شوق؟ طب مد ايدك كده وحطها على قلبي واسمع مزيكة حسب الله اللي شغاله جوه. بتقولك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك. ثابت ثابت، ايه دي لسه على البحاره ولسه بدري قوي على الروماتيزم ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. يا معلم، انا عملت لك الشوربه والفرخه بايدي. يوه راح فين يا معلم؟ يا سيد الناس يا دي النيله. طب والاكل اللي انا عاملاه ده هيروح فين يا معلم؟ في ايه يا سوري يا اختي؟ المعلم مش لاقياه، عملت له الشوربه والفرخه وما لقيتوش. يعني هو اول ما يشد حيله يشدها بره؟ هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار. مشوار؟ في ايه يا موزه؟ في واحده عايزاك يا ست مطره. واحده مين دي؟ بتقول اسمها حنتومه. حنتومه؟ يا راجل، حد يسيب عروسه يوم الصباحيه؟ انت باين عليك شطابت يا معلم. عيب يا باشا، ده الدهن في العتاقي. انا بس عدم مؤاخذه جاي المعاريك عشان افهم معنى الكلام اللي معاريك قلته. كلام ايه؟ انا بقول لك كلام كتير يا معلم. كلام اللي عن البيت. مظبوط يا باشا. شوف يا معلم، انا بديك فرصه كبيره قوي انك ترجع السوق وتصلح اللي ابنك عمله. وايه دخل ابني بموضوع البيت؟ ما هو مش معقول واحده زي سوريا تعيش في البيت ده وبنت انا تعيش في بيت في حاره. هذا مؤاخذه يا باشا، انا مش فاهم.
وايه دخل الحلم الصغيره؟ ما انا بنتي هتتجوز خميس، والبيت ده هيبقى هديه فرحهم منك. يا باشا انا شوف يا معلم، انا بعمل معاك واجب كبير قوي، هرجعك السوق وهرجعك بقوه، والبيت ده عربون الوفاء والطاعه. ولا انت ليك راي تاني يا معلم؟ لا يا اخويا، تجيب لي الطلبات اللي طلبتها وخلاص. سلام عليكم. ايوه يا اختي، وقالت لك ايه كمان؟ زي ما سمعتي يا ست نطره، اول ما شميت ريحه خيانه قلت ابدا لازم اجي اقول لك. اه حكيم، انت خشيتي في قلبي وعششتي فيه من اول ما شفتك. والست دي تبقى ايه، مرات خميسه فندينا؟ لا دي مرات خاله. لا يا شيخه. ايوه، وعينها لايدة عليه وبتجري وراه بالحنجر والمنجل عشان تجيب داغه وتوقعه في عتبته. امال ايه يا ست نطره اللي بيجيبها عندي؟ وقالت لك ان خميسه فندينا عايز مصلحه وعايزاكي بعيني ليها. اول ما اديتني ظهرها شدت العبايه وجيت للجري. حاكم حنتومه سقسقه، تحب الخير وملهاش في الشر ابدا. تشكري يا اختي وتسلمي. كلك ذوق يا حبيبتي، بتشكرين على ايه؟ انا طبعي كده، اعمل الخير وما استناش منه غير عرقي. دي حتى عرضت عليا 4 أضعاف اللي بتدهولي في الحجاب قصاد الخدمه دي، وانا قلت ابدا ما اقدرش ابيع الست نطره ولو ب10 أضعاف اللي هي بتدهولي. ده انت ام الكرم يا اختي. وال10 أضعاف ده يطلع قد ايه؟ كلك نظر يا ام المصريين. عناية يا حنتومه. شاطره يا حنتومه، لو عرفتي لي بقى افندينا كان عاوزها ليه تبقى خدمتني صح. انا خدمت القرش يا بيه، وما لسكك تانية، لغيني تلاقيني. وطول ما بك عمران في صدري انا تحت امر الحكومه والبلد كلها. يا وليه، ما قلنا لك هنديك اللي انت عايزاه، ركزي مع الباشا شوف هيقول لك ايه. امرك يا باشا. تجمعيهم عندك في البيت وتعرفي هما بيقولوا ايه، وشوق عاوزاه من المطره، واول ما تعرفي تكلميني وانا هعرف اجيبك زي ما بجيبك كل مره. تمام يا باشا، انا هروح بقى اشوف اكل عيشي. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. تحب اشوف لك الطالع؟ يلا يا وليه، يلا هتلاقي اللي يطلعوكي بره. يلا. حاضر يا باشا. حي. انت قلت لي اسمها ايه يا عم؟ حنتومة. تومة. يا كده الدنيا قربت قوي يا علي. بس سعادتك ليه كشفت شوق عند مطرة؟ لما تخبط الاثنين في بعض تطلع بمعلومة من الاثنين. انت قصدك تضرب العيلتين بحجر واحد؟ فاضل واحدة، لو بقت معانا تبقى كملت الدايرة. مين دي؟ الحمد لله على السلامة يا معلم. مفيش فايدة، كل ما لمها تفرط من ايدي. اخويا لم انت بس الدور الاول قبل ما صبري انا اللي يفرط مني. بت ده وقت الكلام ده؟ انا فيا اللي مكفيني يا اخويا. لما انت فيك حيل تخرج مش تاخد بالك من مراتك حبيبتك اللي لسه عروسه، ولا هي يعني الكحكه في ايد اليتيم عجب؟ ما تفوريش دمي يا بت، ما تفوريش دمي، انا على الاخر. خلاص يا معلم، حقك عليا، الدكتور قال الحمقى مش حلوه علشانك صحتك. سلام الله انكم نسوان، اتلم في ليلتك السودا دي احسن لك. حقك عليا يا معلم، ما انا بحبك وبتدلع عليك. الله. ايه ده؟ اتجننت يا بنت؟ ايه ده؟ يا بنت؟ بنت بقول لك انا في اللي مكفيني، ايه بتعمل؟ لا ما تعمليش كده. الله، امال اعمل ايه يا الله؟ طب اعملي مره كمان كده. يا بنت اسكتي بقى يا بنت، انا مش حامل. لا طب. يا جميل عليكي.
شيش جهار. الله ما تلعب. سبحان الله، ما الخير كتير اهو والرزق عمال موجود. الف حمد والف شكر ليك يا رب. الف حمد والف شكر. انت بتتكلم عن ايه؟ ها؟ لا انا قصدي كده، ما بحبش اشوف الرزق قدامي وما احمدش ربنا. طبع بقى سيدو. شايفهم جاهزين للمزايا مش كده؟ ايه الحلاوه دي؟ مزاج الخير يا بنت الباشا. على فكره انا عارفه كل حاجه، وعارفه انت بتشتغل في ايه وابويا بيعمل ايه، بس انا بقى برمي كل حاجه ورا ظهري، بقول انا مالي. عين العقل، عين العقل. الباشا ربى عايز الحق. انا ما عنديش اللي خاف عليه، عندي كل حاجه كده طياري، حتى روحي. انا امي ماتت، هخاف على ايه بقى؟ ايه السواد ده؟ ايه الوش الغريب ده؟ انا ما عنديش وش تاني اعيش بيه. طب بقول لك ايه، ما تسيبك من حوارات المثقفين دي، تعالي نتكلم في اللي يخصنا. عايزين ننجز بقى، نتجوز يعني. مش قبل ما نتجوز نتفق الاول؟ نتفق، اسمع ونتفق. انا عندي شويه شروط كده. شويه شروط؟ لا، هم ثلاثه. على البركه. انا قلت لك ان انا برمي كل حاجه ورا ظهري، بس في ثلاث حاجات ما اعرفش اسامح فيهم. اولهم انك تتجوزني صفقه، الثانيه بقى انك تكذب عليا، اما الثالثه الخيانه. ايه ده، ما انت ناصح اهو، وعايزك تبقى متاكد انك لو خنتني انا لا هلومك ولا هعتب عليك. عين العقل. انما هخونك. لا رب رب يعني. وهتسلموا له البيت كمان؟ هو ده طار ابنك يا معلم؟ هو ده طار اخوك يا براءة؟ ولا خلاص اللي راح واتنسى ودمه راح حاضر؟ زيادة يا مطرة، سيبينا في اللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه يا معلم؟ خميس دخل البيت ودهس الكل برجليه، وبرطع في كل شبر فيه، وانت واقف متسمر مكانك. فاضلك ايه؟ فاضلك ايه يا معلم؟ خلاص المصلحة عامت عينين الكل، ودم الشهيد راح حضر. قلت بالزهر يا بطرة. بطرة مش غلطانة يا معلم، بطرة بتقول اللي جوه كل واحد فينا ومش قادر ينطقه. بتعرينا قصاد روحنا يا حاج، بتفكرنا باللي نسيناه. اسكت اسكت اسكت. انا عمري ما نسيت اخوك يا براءة، ولا عمري دم ابني هيروح حاضر يا مطر. اذا كان كل واحد فيكم نصيبته في ايراد، أنا بصوتي 24 قريب ما كانش ابني وبس، كان ضهري ودراعي، كان عكازي وسندي. مش هيجي اليوم اللي حد فيكوا يفكرني بيه، ولا أنا عمري حنسى عشان حد يفكرني. طارو، واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ هتفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيئتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعض يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه، شرط ايه بقى يا معلم ابو سنه؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس انوح. استبينا
مستبين. تعال جنبي. معلم انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يا ماما ده لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني افوت حته منك جواه؟ ده الحل الوحيد للمصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبه؟ طبعا مصيبة. خلفة زي دي وفي ظروف اللي أنا فيها يبقى اسمها إيه؟ أنا مراتك يا خميس. إحنا كاتبين ورق ولا تنسيت؟ أنا ما بتلويش دراعي بالورقة يا رمانة. والورقة دي ممكن أكون أوي ضيعتها في حتة ونسيت. أنت بتبيعني؟ أمال راح فين الحب؟ أنا بحبك يا رمانة. بحبك. أمال الورقتين اللي إحنا كاتبينهم دول إيه؟ أنت عبيطة؟ أنا الدنيا عكة معايا أوي يا رمانة. عكة أوي. محدش حاسس بيا. أنا داخل على عتب الدنيا تانية خالص وما ينفعش حفرة تانية أغرس فيها. لازم أنا أحرص يا رمانة. وكمان ما ينفعش عادي الباشا دلوقتي. المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ بعد كل اللي عملته عشانك والسنين اللي استنيتك فيها والدنيا بحالها اللي عادتها لأجل خاطرك ما سواش عندك مصلحة. ما تحسبهاش كده يا رمانة. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس لو بتحسبها. الله جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي. خدت جنب ووسعت سكه لحاجات تانيه اهم بكتير. حاجات بيتحكم فيها المصالح. انا فاضل لي تكه يا رمانه. تكه. وابقى كبير السوق واملك السوق كله في ايدي. وعمري ما هسمح لاي حاجه مهما كانت انها تعطلني. ياه انت اتغيرت قوي يا خميس. الطمع عماك خلاك مش شايف الا روحك في عيون الخلق. قلبك اللي كان يساعد الدنيا بقى قد خرم الابره لدرجه انه خنقك وخنق كل حاجه حلوه فيك. رمان انا ماليش في جو الحوارات المكعبينه ده. العيل احنا ممكن نجيبه في اي وقت تاني. نجيبه الموسم الجاي او الموسم اللي بعده براحتنا. عندنا العمر. انما الفرصه ما بتجيش الا مره واحده ويوم ما تيجي لازم اقفش فيها. الفرصه ولا ابنك يا خميس؟ على قد ما كنت فرحانة بيه على قد ما كرهته دلوقتي وكرهتك وكرهت نفسي اللي متشعلقة بيك. سيبني يا خميس. سيبني وروح لحالك. روح للسوق اللي بقيت كبيره. روح للناس اللي مرمية تحت رجلك. روح للدنيا اللي عايز تملكها. وسيبني أنا لوحدي ألم نفسي في ركن ضلمة بعيد عنك. الحقي نصيبه نصيبه. مالك يا وليه على الصبح؟ خبطت على المعلم ابو سنه عشان اقول انك عزاز زي ما امرتيني. ما حدش رد. يمكن لسه نايمين. نايمين ايه يا حاجه؟ ما انا رحت فاتحه الباب ورحت داخله ما لقيتش حد خالص في الاوضه ولقيت الدواليب كلها فاضيه زي ما يكونوا هجوا. ايه؟ هجوا؟
فتح علي مرزا يا كريم، انت سمعت ايه بالظبط؟ اللي اسمها شرابيه دي صوتها كان عالي قوي، عماله تنادي على الحاجه وتقولها مصيبه مصيبه، بس انا مش عارفه في ايه، وجرس البيت كان عمال يرن، الظاهر ان في حد قاعد مع الحاجه تحت. ايه جو الافلام ده على الصبح؟ طب انا انزل اشوف في ايه. وزي ما سعادتك شايف نتيجة التحريات متحدد فيها أوكار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. وده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، الزمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها وغيرها. واضح ان انا لازم اكرر المحاوله مره تانيه. محاوله ايه سعادتك؟ محاوله اللي كنت بداتها وللاسف ما كملتش، كان نفسي اجيب نتيجه. مع مين؟ قول لي علي. الواد مغاوري رجع من الاجازه ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. ايه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الايام بتجري. طب اسمع علي، تقبض وتغطس تجيب لي مغاوري في العنوان ده الساعه 5. تمام ساعتك. خد ياخد عدوينك يا ست الكل. الكلام ده ولا يخش نفوخي بنكله. نكله شوق دي حيه ولسانها تلف حوالين رقبتها وتحزم بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بيدور عليها. بس لازم نحرس يا قميص. لا يا أما لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مدة، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خلاه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحقيقة اللي انت بحذراني منها بعتم لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركة، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينا، لا مؤاخذة يا ست الحاجة. في عزوز. هنا في البيت. وده ايه اللي جابه؟ هو مين يا خميس؟ معقولة ده كلام ما يخشش دماغ عيل صغير؟ ما أنا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة إن أبويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش زيادة. أنا متأكد إن أبو سنة جه عشان يضمن له دور في اللعبة بعد ما خميس اداله كتفه وخرجه من الملعب. ده معقول يا براء؟ انت مزاجك يعني اليومين دول مش قد كده، مش عاجبني. بس انت عاجبني طول عمرك، عاجبني. ما انت جوزي يا براء، الشيطان اللي كان بيني وبينك راح خلاص لحاله. لما حسيت ان انت صادق وعايز تاخد طرف اخوك بجد كبرت في عيني قوي ودخلت قلبي وبقيت فوق راسي. ايه؟ انتي كويسة؟ كويسة؟ يعني ما جبلكيش دكتور ولا حاجة؟ دوق. يعني الكلام ده مطرة بجد من قلبك؟ من قلبي. يا مطرة، أنا كان نفسي أسمع منك الكلام ده من زمان. من زمان أوي يا مطرة. بس أنت يا مطرة أصلك كنت منشفاها عليا أوي أوي. إنما ما قلتليش
هو ابو سنة ده يعني كان جاي يرمي بياضه ولا كان بيقول كلام قالش كده؟ ابو سنة مين؟ ابو سنة اللي كنت بتحكي لي عليه. ابو سنة، لا طبعا كلام بجد، ده شكله وهو جاي زي ما يكون واقع من 17. ازاي ده جاب لنا مصارين افندينا من جوه، قال لنا على كل حاجه، ولسه هيقول لنا على كل دخاني الخميس وكل مخازنه، هيجيب لنا دهاليزه كلها، ده غير الخبطه الكبيره اللي محضرها له الخميس. خبطه ايه؟ ابو سنه هيرسبوها على الحوار كله وهيتقسموا مع بعض، هم اتفقوا على كده. اما مطر لو الخبطه دي تمت هتبقى ضربه قطم وسط بصحيح. والكابوس اللي على صدرنا ينزاح، وساعتها مطر هاجي واحط ايدي في ايدك واقول لك الباقي في حياتك. يا باشا انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. افتكر يا خميس اني جيت لك اكتر من مره وكلمتك اكتر من مره وقلت لك انا بعمل كده ليه وبحارب ايه، يمكن تسمعني وتفهمني. يا باشا انت بتحكي في حكايات وحوارات انا ماليش فيها. برشام ايه وكميه ايه؟ ما قلناها المعاليك قبل كده، احنا بتوع مزاج وبس. عايز معسل من عينيا، احلى توليفه تكون عندك. ده لو ليك فيه بلاكش، كل واحد فينا يروح لحاله. بص يا خميس، انا بديك فرصه عمرك، انا مستعد امحي تاريخك كله واقطع كل ملفاتك وتبتدي صفحه جديده على بياض. نجي روحك. استغفر الله العظيم، المنجي هو الله ونعم بالله. لا اله الا الله. بس السكه اللي انت فيها دي يا خميس كل يوم بيزيد فيها اعدائك ومنافسينك، واخرة الخط عمره بيتقصف. محدش بيموت ناقص عمر يا بيه. لا في العالم بتاعك وده الكل بيموت ناقص عمر، بس الموت اللي انا اقصده مش الموت اللي مقدره ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله حاشا لله، ده مقدر ومكتوب. الموت اللي انا اقصده موتك جوه روحك اللي انت شايلها على كفك في وسط سوق ما بيرحمش، والرصاص متنطر حواليك وناره تحت مخدتك مش عليله. اللي اصعب من الموت يا خميس انتظاره. تطلع يا باشا التلفزيون وتقول ده انت بتقول حلو قوي، حلو حلو، واليومين دول بتوع الاولى دي يومينهم يعني، الناس يا اخويا بتقعد مطرطقه قدامها بالساعات. لما الله يا ارزاق ارزاق يعني مفيش فايده. يا باشا انا بعمل خير في البشريه، بعمل خير للبشريه، قدروا بقى. بعد اللي زي ما عليك ما يطلع التلفزيون يقولوا الكلام المكعب اللي مش راكب اللي معليك قلته ده، والناس دماغتها تتشقلب بحوارات مفكوكه، قوم يقول انا اخر الليل كل واحد فيهم يضرب له حجر معسل معسل ويزيح، قوم الدماغ تتظبط وترجع لمطرحها والكلام يبقى رزين، قوم الناس يقولوا لبعض بحب. مزاج الخير يا باشا. يعني برضه مفيش فايدة. بس افتكر افتكر انت انك قاعد هنا في ضيافتي دلوقتي، مع انك دهست حرمة بيتي في غيابي، وانا مش ناسي. خطوة عزيزة. نورت يا بيه. عزوز عايزة تفهمي ايه يا كرام؟
عماله تلف وتدوري حواليا. قولي لي يمكن اريحك. مش عايزه تفهميني؟ طب شاوري لي. انا لحد دلوقتي مش عايزه اقول لخميس ان انت اللي بتصنطي علينا من ورا الباب، عشان انت عارفه هيعمل فيكي ايه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا مش فاهمه منك حاجه. يا كرامة انا حاسه بيكي، انا طيبه قوي، بس يوم ما حد يدوسي على طرف حمحيه خالص من على وش الدنيا. خلينا اصحاب احسن. ما تخفي يا بنتي من الشرب ده. ايه ده يا ست هانا؟ اسأل المدام. عرفتي وانا مش داري. خمرة؟ خمرة يا كرامة؟ يا خسارة يا كرامة. انت مش تشربيلك سيجارة حشيش توزن لك مزاجك وتعدل لك دماغك، انما خمرة وصغطة كمان. الله 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 الله. مطواحي مطواحي مطواحي، يالله يالله بكره هجيبك من على النواصي. مطواحي يا كرامه صحيح، ياما في الجراب يا حاوي. قصدك ايه؟ عايزه ترجعي؟ رجعي يمكن تفوقي. الحاوي ماله؟ في حاوي تحت؟ أمي أنا حاوي؟ أمي حاوي؟ شفت الخمرة بقى؟ شفت الخمرة؟ يخلي عندك تهيؤات إزاي؟ افتكرت إني أضربك، شفت الخمرة؟ مالها أمي يا كرامة؟ مالها أمي؟ قالت لك ايه؟ وخاف اوت وبدات تخطرف. الظاهر الجوازه كانت نفوخه.
شوفي لها حكيم يا أم والنبي يدوبك سبب فيها. دي بقت بتشرب خمرة. قالت لك إيه يا خميس؟ قال شافتك وأنت ماشية على رجليك يا قال. قلت لها يا ريت وإحنا نكره ده أنا أدفع نص عمري وأشوفك واقفة على رجليك يا أم. والظابط ده كان عايز إيه؟ بيعس فكر انا يوصل لحاجه. سيبك منه يا ام والنبي ده عايش في دنيا تانية. خد بالك يا خميس لازم تحرص الحكومه نبها ازرق. وايه الحكومه فاضيه لنا يا ام اللي من دول؟ الحكومه في ايه ولا في ايه؟ ربنا يكون في عونهم. ده انا بفكر اساعدهم والله. انسي هي حصلت يا كرامه خمره وفين؟ في بيت هنا افندينا. ابو سلمى جالك؟ الكيف لما يطلب معلمة كيف ينقح يودي صاحبه لاخر الدنيا لاجل ما يروق. اه بس مش مع دول. لازم تبيعش بعضها بالسهوله دي يا معلم عشان معلمة ولا فلوس. اتاكد اول معلم بدل ما تطربق فوق نفوخ كله. خليت اثق فيك يا متر. فلسه بتشاور عقلك يا معلم. معلش مش بخاطر يا ابن عمي. اريك شايف الخال بيبيع ابن اخته وعيني عينك اهو. وماله يا سيدي المعلم؟ بس لو صدق ابو سلمى في اللي قاله لو صدق يبقى اسرع عليك مسافات طويله. انا كل اللي عاوزه منك يا متر انك تلبد لابو سلمى وتجيب لي اخره وتشوف ايه ميته. على فكره هو ما يعرفش انك معانا. وبالبقين اللي هيرميهم في حجرك هنوصل للمراد ونطمن. يا اما ندي الامان يا اما نخلص. من محل اطمن. سكه ابو سنه مفتاحها معايا وعارف علي فين. سي خميس الحقنا يا اخويا. في ايه مالها رمانه؟ ايه اللي جرالها؟ كانت هتموت يا حبيت عيني. فضلت تسقط في روحها تسقط في روحها لحد ما سقطت من طولها. لولا اولاد الحلال الله يسترهم ساعدوني وجابونا هنا. وهي فين دلوقتي؟ جوه من بدري. انا عارفه يا اخويا بيعملوا ايه فيها كل ده. بالعواب سليمه يا رب. سي خميس هي ايه اللي جرالها يا اخويا؟ دي كانت فرحانه بالعيل فرحه المجنون. ظروف يا بيسا ظروف. ظروف؟ ظروف ايه دي يا اخويا اللي تخلي الواحد يفرط في روحه؟ دي كانت عامله زي المجانين عماله تخبط في بطنها يا ولداه لحد ما كانت هتروح فيها هي والعيل اللي في بطنها. الو؟ ايوه مش لا مش هينفع ده. اجي ازاي دلوقتي انا؟ طيب انا جاي جاي على طول. بيسا اول ما تخرج تطلبيني في التليفون وتطمنيني. انت اللي تطلبيني. معقوله يا سي خميس هتمشي كده يا اخويا من غير ما تطمن عليها؟ طب حتى استنى لما تخرج وتشوفك مش يمكن يعدل نفسيتك. بطلي لا تقعدني يا ولية واسمعي الكلام اللي بقوله لك. اول ما تخرج انت اللي تطلبيني وتطمنيني. فاهمه؟ امرك ست رمانه. طمني يا دكتور الله يخليك. الحمد لله كويسه بس لازم ترتاح دلوقتي. الف حمد والف شكر. هيودوها فين يا دكتور؟ على الاوضه فوق. الله يخليك يا دكتور شكرا. اتفضل يا فندينا. تاخرت قوي يا فندينا. معلش انت اول ما طلبتيني سبت كل اللي في ايدي وجيت جري. خير؟ اخبارها تضايقك. قولي. خالك اشمعنى؟ جالي النوح عشان يتفق معايا. نعم خال مين؟ خال انا راح للنوح؟ جاله واداله معلومات مهمة قوي عن صفقة انت بتظبطها من زمان ودافع فيها ياما وكمان اماكن المخازن بتاعتك والحتت اللي بتجيب منها البضاعة. خال يمكن بيلعبهم. انا متأكدة من اللي بقوله لك. ومن يومين كمان جيل النوح واحد حاسه ان انا شفته قبل كده بس مش فاكره شفته فين. قعدوا يتكلموا كتير قوي ما سمعتش منهم ولا حاجه.
لكن لو شفته مرة تانية ممكن أعرف. هيكون مين يعني؟ هو في بعد الخل؟ يا خال. يو؟ هو أنت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ فاكرها هيان عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمه من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبتت مكانك في السوق، وعلى راي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. انا بساعتها مش عارف اتلم على نفسي، الدنيا بقت قصاد عيني اضيق من خرم الابره. هما اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟ كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكه ناخد شويه من اللي كلوه علينا. انا اخرج يا شوق. وهتسيبني لوحدي في اللوكان ده؟ انا عايز افك عن نفسي شويه يا شوق. ماشي يا حبيبي، فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين او حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي، عشان عايزه حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل. ياه، حاسه كاني وصلت لتركيب الدواء بيعالج مرض مزمن ما كانلوش علاج. وعندك حق، شكله بقى بني ادم مختلف خالص. البركه في مجهوداتك وتعبك معانا يا حضره الضابط. وافكارك اللي حلت عقده وفكت لسانه. قلت لك قبل كده ان مش شادي لوحده هو اللي محتاج لنا. تقصدي مين يعني؟ اقصد ثانيه تليفون. اتفضل. الو. ايه يا علي؟ طب ما تسأل عليه اي حد في الحاره يعني. ايه؟ طيب ماشي 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 يا علي، يلا مع السلامه. هو في ايه؟ ابدا، عسكري كان مجند معانا وخلص مدة تجنيده، بس مشكلته أكبر من مشكلة شادي بكتير قوي. كنت ناوي تجيبه هنا؟ والله كان نفسي، بس واضح إنه خدها من قصيرها ورجع البلد. بس للأسف بقى في البلد عندهم مفيش زي عندنا هنا. إيه يا حضرة الضابط؟ هنا ممنوع. ازيك يا مريم، عامله ايه يا جميله؟ كويسه، شدي حيلك. الحمد لله ربنا كتب لك عمر جديد. انا مش حاسه بحاجه خالص. ليه؟ هو اللي انت عملتيه في روحك ده كان شويه؟ انا عملت في روحي ايه يا دكتور؟ الحامل لازم تاخد بالها من كل خطوه. يعني انا لسه؟ الحمد لله، اطمني، لسه موجود، لسه ليه عمر. يعني هو ماسك في الدنيا وربنا نجاه من اللي حصل. الحمد لله الحمد لله. ألف حمد لله على السلامة يا حبيبتي يا غالية. بيسا ده طلع منزلش، لسه عايش. أمال أنت فاكرة إيه؟ ربنا فوق الكل. أنا مش عارفة إزاي كنت هعمل في روحي كده، إزاي كان يجيلي؟ أنا عارفة يا أختي، هانت عليكي نفسك إزاي وعملتي كده؟ ما حسيتش بقيمته إلا لما كان هيروح مني. عمري ما كنت هسامح نفسي يا بيسا. ده أنا حاسة دلوقتي إن روحي اتردت فيا. أيوة بس أبوه ما يستاهلوش. ده انا اتصلت بيه عشان يجي ينقذني وينقذك، بصيت لقيته جه ويا ريته ما جه. اول ما جاله تليفون رمالي القرشين وقال لي بيطمنيني يا بيسا. الزهر لما بتدي كتير بترخصي في عيون الناس، وانا اديت لخميس بزياده قوي. سيبك من كل ده بقى وبصي لمصلحتك، وبصي للعيل لسه ما يعرفلوش اب ده، والنبي بصي لصحتك وحياه الموت اللي اترميت في ضله النهارده. لا يكون العيل اللي في بطني ده آخر مسمار في نعشك يا فندينا. عملت ايه يا مطر؟ دورت عليه في كل مكان، ملوش أي أثر، زي ما يكون فص ملح وداب.
وانا الله يا فندينا دورت عليه في كل مكان، سالت كل حبايبنا ومعارفنا، ان حد يعترف فيه برضه مفيش فايده. هيكون راح فين يعني؟ الارض انشقت ولعته. حتى الخماره اللي بيقعد فيها رحت له فيها، ما لقيتوش. دوروا تاني وتالت وعاشر، وبدوروا رجاله في كل مكان وفي كل شقه، لازم تلاقوه. فاهمين؟ فاهمين. اركب العربية. حاضر. اتفضل يا فندينا. هنا بقى نلم راهنا ونقول نقوله لا حد يشوف ولا حد يسمع. الله ينور عليك يا خبراء. فكر انما في الجول صح. وبعدين احنا طرشنا في المحل يا معلم. رجالة فندينا زمانهم بيحوموا حواليك وبيشمشموا وراك زي الكلاب، واكيد انت مش عايز افندينا يعكشك يعني. عكش مين؟ فندينا؟ ده الظاهر عليك ما انتش فاهم انت كمان ولا ايه؟ تفكر افندينا ده تفكيره كده من دماغه زي الناس ما بتقول؟ لا لا، لعلمك افندينا ما بيعملش اي حاجه غير لما يشور عليا انا الاول. اه والله يجيني كده ويقعد تحت رجليا ويقول لي اعمل ايه يا معلم؟ اقول له معلم يا قول اخان قول اخان، واقعد احكي له اشرح له فهمه، وهو ولا حاجه انت لم تنادي. مين؟ ولا حاجه انت لم تنادي خالص. ما انت عارف. اه امال ايه حصل؟ ده مش كنت هناك؟ وهنا كمان يا معلم. حلو. وهنا كمان صح صح. انما هو ليه ما خدكش مع المصلحه الكبيره؟ ها؟ ما خدكش مع ليه المصلحة الكبيرة؟ اه انا هقول لك. مش جيني صب قوي ده، انا صب لك وصب لاهلك. حلوة. صب لاهلك. مش هتبطلي التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين، وعارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه، علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى القلب. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازم يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمه واحده بس، كلمه افندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي ابوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه. وكفايه عليك التهيؤات اللي مطيره النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرفي النص التاني أحكيهولك،
أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، أنا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وأنا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانة كمان هموت. ارحمني يا أبو خميس. ما كفكش أهوان ولسك عم تعيط زي الحريم. الرحمة يا ضوية، ده أنا أخوكي. في شغلتنا الرحمة خيبة تكسر صاحبها وتوصله للي أنت فيه، وزي ما قال أبو خميس تمن الخيانة الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا في ايه يا شو؟ كرامة؟ قاعدة لوحدك كده ليه؟ ايه ده؟ انت بتعيطي؟ صدقيني يا كرامة، أنا مش عايزة أكون سبب في أي حاجة توجعك. هو أنت زعلانة إني حامل؟ أنت خايفة مني؟ بتكرهيني؟ أنا عرفت من شرابية إن أنت كنت بتروحي الدكتور. بطلتي تروحي الدكتور من بعد ما اتجوزت خميس. ليه يا كرامة؟ هو انت بتتعالجي عشان نفسك ولا عشان اي حد تاني؟ هو انت مش عايزه ترجعي تتكلمي تاني؟ خلاص والله انا بنت حلال مصفي اني اشوفك قبل ما امشي. يا اهلا بمرات الغالي وام اول حفيد هيفرح عيلتنا ان شاء الله. اهلا بيك. انا شوق مرات الخال، فاكراني ولا نسيتيني؟ لا فاكراكي. ازيك؟ الحمد لله. بنتي يا كرامه ينيلك، انت لسه يا بنت متكومه زي البقجه؟ ما وحشتكيش؟ مش عايزه تقومي تسلمي عليا وتاخديني في حضنك؟ هي خايبه كده هتفضل طول عمرها. طب اسيبك انا بقى؟ لا تسيبينا، ده ايه؟ ده انا جايه لك مخصوص عايزاكي في كلام يخص. اقعدي بس، مش عايزاكي تجيبي سيره ان انا اللي قلت لك الكلام ده. انا قصدي مصلحتك، ومش عايزاكي تترمي رميه المحروسه دي. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ علشان ننجي مهاوري من اللي هو فيه لازم نعرف الاسباب اللي وصلته لكده الاول. انا شخصيا عارف الاسباب. الهباب اللي بيبلبعه ده، الهباب ده نتيجه بس مش سبب. يعني ايه؟ حاله مغاوري مختلفه تماما عن حاله شادي، ولكن في النهايه الاتنين راحوا لحاجه واحده. يا دكتوره، كل الطرق دلوقتي تؤدي الى ترامادول. يا حضره الضابط بلاش يأس، زي ما نجحنا مع شادي ممكن قوي ننجح مع مغاوري كمان، بس بشرط. اللي هو لازم نلاقي له حلول على ارض الواقع، مش مجرد نقعد نقول كلام حلو وخلاص. يعني نحس بيه الاول، نسمعه ثانيا، ونساعده ثالثا. ونصدقه يا دكتوره، مهم جدا نصدقه. مظبوط، نصدقه. وانت ياما برضه هيخيل عليك الشويتين بتوع الشوق دول. انت سألتني على اللي قالته وانا قلتلك. ايه اللي في دماغك يا حاجة؟ خالك وقع في خية البت دي ورجله غرزت في الطين ومصارينا مكشوفاله، وبجيتها الليلة وراها إنا ولازما اجيب اخرها. هو ده، احنا كده على الخط سوا. على العموم انا عممتها بكلمتين وسبتها تمشي. ماشي، فهمت انا وعرفت الباقي. زوز، على العموم هي حفرت الحفره الروحه وسهلتها علينا. تحت امرك يا فندينا. الحيه خرجت من الجهر، عايزك تلبد لشوق، تعرف لي سكتها لحد فين واخرها ايه. عايز اوصل للخال يا زوز. تحت امرك يا فندينا. زوز. ايوه يا حاجه. شيع لي بجاشي. ايوه حاجه، بس بجاشي مشغول اليومين دول في موال الانتخابات. يخلص الموال ويجيني.
قول له انت بس كده. تحت امرك يا حاج. بالاذن يا فندينا. مش عايز الاذى يطول الخال يا حاج. هو اللي اذى روحه لما مشي ورا مرة. ده برضه الخال. وانت ابني افندينا كبرنا وكبير السوق وابو الحفيد اللي مستنياه العمر كله، ومش هسمح لاي حد انه يطفي فرحتي حتى لو كان اخويا. يتوب علينا ربنا. حبايبي اشكركم اشكركم، ومش معنى ان انا نجحت في الانتخابات هبقى زي اللي قبل من النواب، لا انا ما وعدتش واخلف. عشان كده اللي عاوز اي خدمه يجيني فورا، اللي عنده اي معضله اي حاجه انا تحت امره، انا مكتبي مفتوح 24 ساعه في اليوم. وقابلوني. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. وبحذر بحذر الاصابع اللي بتلعب في الخفاء، انا هقطع الاصابع دي واعملها سجق. ايوه، والكيف هيكون لكل قصدي الخير هيكون لكل واحد فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزع يا ولا خلي ليلتكم تبقى نجف. مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. يعني ايه زغت منكم؟ انتوا ايه بهايم؟ يا كبير دي لففتنا كعب داير، تنزل بالتاكسي وتركب تاكس واخد المتمه لبست نقام وركبت ميكروباص وانتهت وسط الزحمه. نقام؟ لازم اعرف البنت اللي بتروح فين؟ وايه اللي بتعمله ده كله؟ عارف لو ما جبتوليش خبرها هجيب خبركم كلكم بساعه واحده. اسمع، مش لازم براء يعرف اللي حصل. الواد طايش ممكن يبوظ لنا الليله كلها. انت هتقول لي ما انا عارف، اعتبره حصل يا كبير. وقلت لك 100 مره ما تشغلش دماغك دي، قول من وشي. ماشي. ماشي يا مطر. عقاب، انت كده بتلعبها على تقيل قوي. ماشي ماشي ماشي. الحساب يجمع يا مطر، الحساب يجمع يا مرات ولادي الاثنين. انما انت عرفت ازاي يا باشا؟ خلينيش اغير رايي فيك يا خميس. خلاص دي حكايه، خلاص خلصت. خلصت ازاي؟ واللي في بطنها. الله، انت عرفت دي كمان؟ بقى رايح تخون بنت يا خميس؟ بعقد عرفي تخلف عيل؟ ومن مين؟ من رمانة. انت يا باشا مزعلك الجوازة ولا مزعلك العيل؟ ما تنساش نفسك يا خميس. اصل اذا كان على الجوازة ورقة او ضاعت، كان على العيل هي نزلته، يبقى فين المشكل؟ شوف يا خميس يا فندينا اللي بتفهم في الاصول، اللي يبص للشمس يتعمي، واللي يمس بنتي يتحرق. ملوش لازمه التهديد يا باشا، ملوش لازمه. بنتك تبقى مراتي وشايله في بطنها
اللي يوصل الود بينا العمر كله يبقى ايه لازمة الزعل. اللي عايز يبقى خاين يجي يتفرج علي النهاردة اخون في واحد خني بدل مرة مية مظلوم وهاب حقي بإيديا وزي ما هو بعفية حبيبي ورده نجراح وفوقهم جرح دي هضل حبه من جوه وهجرح واخدعه بقوه انا المره دي مستبيه مش انا اللي ابتديته علت في ناس ملغاش اساس تطلع عليه ما هي لما تبقى البذره خير هتطرح هي بقت كده اخرتها كده هي بقت كده اخرتها كده تدوس على الجل شايل حملكم هو انتوا ايه مش مكسوفين من نفسكم سقيتوا ليه العذاب بعتوا برخص التراب اهو جه وقت الحساب حضرتوا تقولوا ايه ده العمر معاكوا راح مش بعتوش من الجراح طب فين احساس جراح ما تردوا سكتوا ليه هي بقت كده اخرتها كده هي بقت كده اخرتها كده مشكليكم منكم انا قلبي عاش طول عمره صايم حبكم حالك في ناس ملغاش اساس تطلع عليه ما هي لما تبقى البذره خايره تطرحي ده شغل وسخ ومتعصنا داله وريحة النوح فايحة منه هو وابنه السوق اليومين دول ابوابه مفتحة وشبابيكه مفندقة انما يمكن مفيش يمكن يا ابن ام خميس النوح وابنه صوابعهم بتلغوص جوه بطن السوق عايزين يزحوك من على العرش اللي مستنيك على فكرة العمروتي مغير عشان حدوته ترمانة والجوازة الشوم الله الله مفيش حاجة بتستخبى خالص بقولك ايه اعمل قافلة انا مش فايقلك الليلة طب ما لو عرف بميعاد بكرة هيقير اكتر وايه اللي هيعرفه هما برضو اللي يقولوله ما هم ناس وبرضك لو عايزين يبلغوه كانوا بعتولك عن طريقه دول ناس ملهمش ناس لهم مصلحتهم وبس ولازما مصلحتهم تبقى معاك علي الطلاق بالتلاتة أنا على كل اللي بقيت فيه ده وما خدتش منك إلا القليل يا أم خميس بس واخد من خالك الكتير خصوصا في غرزة النسوان يا ابن أم خميس طب سامي سامي يقولي إيه رأيك في أول أطفى من المزاج الأصلي يا السلام شغل زمان ايوه وهتسميها ايه من طلب العلا عشان العيل من هنا ياخد النفسين يخش على الامتحان ياكل ورقه الامتحان اكل عليا النعمه انا لو من الحكومه لازم تبقى وزير تربيه وتعليم ياما مستعجله ياما انت على طول ما بدري ياما بدري مش في المرحله دي على الاقل دي فتره انتقاليه يا اخويا انت اللي كسلان
برضو. يتوب علينا ربنا. تعالي بس، تعالي تعالي بس يا منى. بقى كفايه اللي شربته، انا مش شايفه قدامي يا بنت. الصنف لسه نازل السوق، انما ايه حكايه؟ خدي ده ب 200 جنيه خليه معاكي، وتعالي شدي بقى معايا من ده. صنف ايه بس ده؟ انا نفخي ورم. بصي كيس ليه 7 صنايع. يا سلام، ده بقى اللي يخلي ايه كلام الكتب يلزق لنافوخك وعينيكي تفنجل، ومهما شربتي ولا يبان عليكي ولا حد يشك فيكي، ده غير المزاج الروف. كل ده تقلق على هيفصلنا بقى. ده اسمه من طلب العلا صباح الفل. لا 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 تمام، مش طالبه معايا العلا بتاعك ده. يا بنت انجزي قبل ما حد يطب علينا. شدي. هو ده بقى اللي ايه بالمناخير عنا فوق دغري. قلتي اسمه ايه؟ مش قادره يا بيسا، مش قادره يا اختي، حاسه ان جسمي كله مكسر، كاني واكله علقه مش كنت برقص. ما قلت لك يا حبيبتي انت مش حمل رقص دلوقتي، بلاش عشانك، عشان اللي في بطنك. ايه ده؟ مين اللي جاي دلوقتي؟ روحي شوفي مين، واوعي تدخلي لي حتى مش ناقص. بك يستر. قبل رمانة، واحدة عايزاكي برا. واحدة مين دي؟ معرفهاش. ازيك يا رمانة؟ انتي؟ يا حاستك السودا يا ام سامية، اتقرع عليكي يا ام سامية، امشي ونسوانك. ايه الحكومة طبت؟ اطير انا. تعالى تشير في النايم انت خوسه يا ابني. وايه اللي حصل؟ هنسي بصودة وقعت على دماغي، 4 بنات كنت بعتهم دليفري يا اخويا ومعاهم السلطات، رجعت لي السلطات والبنات ما رجعوش. ايه كلوهم؟ لا قفشوهم، بس الطمع الكبرى بقى والمصيبة الكبرى ان بت فيهم متهمينها بقتل زبون. الزبون قتل اكل؟ والله والله ما صدقت نفسي لما جنابك بعتيني ونولتيني الشرف اني اخد البركه من ايدك يا حاجه. روح انت يا مطني. حاضر. استنى، روح قول لشرابيه تعمل فنجان قهوه سكر زياده للنايب بتاعنا، مش انت برضو بتحبها زياده؟ كل اللي يجي منك بزياده يا حاجه. روح انت يا مطني. امور يا حاجه. اقعد يا بجاش. خدامك يا حاج. بلغني انك بقيت متصيط على الاخر وقعدت على الكرسي وبقيت من كبارات البلد. والله كله بانفاس افندينا يا حاج. وبرضه مهما كبرنا ما ننساش اصلنا. مظبوط يا حاج. وانا بقى طمعانه في اصلك يا بجاش. اصلي وفصلي رهن امرك يا حاج. يعني لو قصدتك في خدمه تعملها لي؟ رقبتي يا حاج. لا مش عايزه رقبتك انت، انا عايزه رقبه تانيه. رقبه مين يا حاج؟ اه ده الكلام المظبوط صحيح، ما يجيبها الا. لكن تفتكر ان ضاويه ممكن تبلع طعم زي ده؟ تفتكر انت لو ما كانتش ضاويه بلعته كانت هتسيب شقه، قصدي الست شقق، تروح على رجليها. ايوه قول كده بقى، انت كنت رميني طعم كبش في ده. نجحت خير وبركه، فشلت يلا هي في 60 داهيه وخدت الشر وراحت. اخص عليك يا نور، قصدي يا معلم. ده انا ينقطع لساني قبل ما ينطقها، واحنا برضو نقدر نستغنى. انا بس نفسي المعلم ابو سنه يقدر الدماغ اللي احنا بعتناه. يعني ابويا يعني يقصد يقول ان هو كان متاكد من امكانياتك يا ست شو، عشان عارف مؤهلاتك صح يعني، وعارف انك هتنجح في العمليه دي. من الاخر ممكن اعرف بقى يا معلم انت ناوي على ايه بالظبط؟ تحط ايدك في ايد افندينا وجيب لنا المستخبي. هنعيده تاني يا معلم نوح. اصبر يا ابو سن، خلينا نسمع الراجل. ما انت يا معلم لو حطيت العواطف على جنب وشغلت مخك معايا هنبلع السوق كله باللي فيه،
افندينا خلاص هياخد الاستماره الصح، لانه حط رجله في عيش الضبابيه وقطع عيش معلمين كبار كانوا عايشين على البودره، ومعلمين تانيين كانوا عايشين على الحبايه. صدق عليهم كل البيبان يا معلم ابو سنه، عمل خلطه براني وختمها باسمه، وبقت الحنفيه في ايده، يفتح وقت ما يفتح ويقفل وقت ما يعوز يقفل. ده غير بقى المشوار اللي وصلنا له بتاع الست شوق، والمفك اللي اتضرب في الصميم بينه وبين الباشا. اسكت، مش انا اتكعبلت في مفك تاني كده بالصدفه وانا داخله عندهم؟ مفك؟ مفك تاني ايه ولا مؤاخذه يا ست شوق؟ قفشت افندينا مع انتهى مستخبي جنب الفيلا ومش عايز حد يشوفه، وهي عامله لي مستوره مغطيه وشها بطرحه سودا، بس انا قفشت الفيلا. يعني عرفت هي مين؟ ازاي تخش عليا الاوضه بالطريقه دي؟ والنبي ما عارفه اقول لك ايه يا ست مطر، انا راكب عماله اتخبط في رجلي. في ايه؟ جيت اخرج من البيت لقيت واحد بيقول لي ممنوع الخروج بامر من المعلم، ببص من الشباك لقيت الرجاله محوطه البيت من كل ناحيه زي ما يكونوا حابسيننا، جيت اقول لك جري. حابسيننا؟ هو في ايه يا ست مطر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خوش جامد، اتفضل مستر شايش. يعني ويرحب بكم افندينا. اهلا، قول له الف مرحب والف سهل. اقعد نضيف نضيف. یہ تنظیم جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے آشیش کے کام کے بازاروں میں ہے، جس نے مصر کے بازاروں میں اس کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کر دیا ہے. جميل. المنظمه التي هو بيمثلها متابعه نشاطك الملحوظ في نشر الحشيش وعدد مكانته في السوق المصرية، وبيشكروك على المجهودة دي. لا شكر على واجب، نحن خدمين المزاج. اوكي ثانك يو سبرر، يا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. فرض جامد. یہ آپ کو اس بات کی طرف ابھارتی ہے کہ وہ حشیش جو ہند کی طرف سے لائی جاتی ہے نایاب اور نادر ہے، جو مصر کے صحراؤں میں نہیں پائی جاتی. ومستعدين يمدوك بالمادة الأصلية الحشيش المستخرجة من أناث نبات القنب الهندي، ودي نبات نادر غير التي بيتزرع في الصحراء هنا. يا سلام، وقول له إن خلطة الكيمياء جاهزة، أخدها منهم بالغالي وأخلطها هنا وأبيعها رخيص رخيص. قول له هي جو كيمياء جو آپ سے تیار شدہ لیتے ہیں ہم آپ سے مہنگے داموں میں لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو سستے داموں میں بیچتے ہیں. وهنغرق السوق، هنغرق السوق ونسيطر عليه. وباي باي عمروتي وشركائه. قول له ان تمام سے جو ہے وہ
ان کو اپنے قبضے میں لے کر ان پر حکومت کرتے ہیں پھر بر حکم تری یہو بری اللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ یہ ہیں جو جو کیمیکل مٹیریل کو سپلائی کر سکتے ہیں وبيقولك هو متاكد انك تقدر ووعد منهم انت هتكون المنبع الرئيسي للصنف والكيمياء كلام جميل في الجون ماري لي هاريم بانجر لي هير لي يا سلام يا سلام يا سلام يتوب علينا ربنا وقد قررنا حبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الفصل في ايه تعال صاحب الكارت ده طالب يقابل سعادتك مدران الشواف خليه يدخل اتفضل يا استاذ صباح الخير يا مصطفى بيه انا مدران الشواف وكيل البلد هنبقى دفعه واحده وهتعرفني بنفسك ازيك يا مصطفى بيه ازيك يا مصطفى بيه اتفضل اهلا بدران اهلا قول لي بقى انت جاي في ايه جاي في ايه جاي مع البنات دي انا الوكيل بتاعهم بنات الغلابه دي اللي انتوا متهمينهم ظلم اللي من ضمنهم بنت متهمينها كمان بالقتل ظلم برضه وانا من البدايه كده بطعن في اجراءات المباحث قبل الطعن وقبل المرافعه اللي انا شامم ريحتها مش تقرا المحضر الاول مش ده اللي اتعلمته يا استاذ انا خلاص ما بقتش عايزه حاجه خالص كده كويس قوي الحكايه مش حكايه عيل ولا ورقه الخيانه احساس بشع والإهانة إحساس أبشع أنا فعلاً لازم أعمل كده وحالاً على فكرة يا عمروتي رومانا ما نزلتش البيبي عموماً أنا بعدت أجيب البت المتهمة في جريمة القتل في الشقة المشبوهة مش هي دي اللي أنت جاي عشانها؟ وعشان البنات اللي اتمسكوا معاها في حالة تلبس مش هما دول موكلينك يا متر؟ من غير تقطيم يا مصطفى بيه. اللي انا فيه ده نتيجه طبيعيه لكل اللي بيحصل حوالينا، ولا ايه؟ وبعدين دول الموكلين. لجأوا لي وثقوا فيا ووكلوني، وانا لازم أدي واجبي. انا شفت اسمك في قضايا ارخص من دي بكتير، وكنت بحزن قوي. ده شغلي. شغلي يا مصطفى بيه. بعدين جت عليا انا ناس كتير ما تسويش بتدافع عن ناس ما تستاهلش وبالطريقه دي الاتنين بيكبروا بس بيفضلوا صغيرين قوي قدام روحهم انت استسهلت يا متر وسخرت مواهبك في قلب الحقايق وما شفتش من القانون الا ثغراته ما البلد كلها اتملت ثغرات وبقى يسموها فرص من حقي بقى انا كمان استغل اي فرصه عشان اطلع لهم فوق فرصه جات لك لما لبست البلطو ووقفت قصاد المحكمه كان ممكن تبقى زي ناس كتير قدروا يصمدوا قدروا يفضلوا بني ادمين وناس قدروا قيمه البلطو ده وتعاملوا معاه على انه شرف مش اي حد ينوله خليها تدخل انت ايه اللي جابك عايز مني ايه تاني يا بدران ايه جاي تتفرج عليا ولا عايز تشمت فيا؟ سعاد مش هو ده المحامي بتاعك؟ في ايه؟ ده اخر بني ادم ممكن اخليه يدافع عني، ولو الدنيا كلها خلصت وحياتي بقت في ايده مش عايزاها. حبل المشنقه اشرف لي بكتير من براءه تيجي من واحد زيك. بعد اذنك يا باشا هرجع الحجز تاني.
كانت بتقول لنا بذاكر المظهر يابا بالليل كتير عشان اذاكر بتاعنا اتقربت تانيها بتسهر وبتشرب وغير تبقى تم مخدرات مخدرات بيقولوا شمت شمه طبت سكت على الارض قطع النفس خالص لما فتشوا الشنطه بتاعتها لقوا كيس بودره مكتوب عليه كلمه كانت تملي تقولها لنا الطلبه العلا حطوها الجهاز وحطوها على باب اوضه عسكري ويا عالم هيصل ايه تاني فضلك كانت بتحبك قوي يا خميس ما تشقلبش حالها الا بعد جوازتك التانيه كانت يا عيني متشعلقه بقشايه ولما اتقطمت القشايه وقعت على جدور رقبتها انا مش عارفه بقول لك الكلام ده ليه مش عارفه يمكن تكون انت اخر نفس ليها عشان ترجع لحضني تاني عليك العوض ومن الحق عليك العوض ومن لك العوض يا رب الواد ده غبي فاكر اني مش هعرف ولا ايه عايز يكوش على السوق ياخد مكاني ده اكيد اتجنن سعادتك هو خرج من المقابله وفاكر انه قفش الليله ده بعده مش هو ده بدران اللي انت كنت بتدافع عنه كله بامر معاليك يا باشا بس يمكن خميس ما يقصدش لسعادتك فهمته خميس ولا قصه ولا فصل يا بدران ده حتى البيت رمانه ما نزلتش العيل لا ده أمرها تنزله يا باشا يبقى يا اما هي ضحكت عليه يا اما هو بيضحك علينا طب وليه ما تكونش نزلته فعلا يا باشا فوق يا بدران فريده راحت للبيت رمانه وقالت لها ان هي حامل وهتخلي العيل مش هتنزله ايه ده سعادتك فريده هانم بنفسها راحت لرمانه ده معقول عشان كده البيت رمانه دي خلاص خالص وهي ذنبها ايه يا باشا اسكت خالص يا بدران مش عايز اسمع صوتك عملت جهز نفسك عندك شغل جهز وعلى المفتاح وين الطيب الساعة 7 بالظبط تكون عندي وحياتك بعد ما نزيح خميس ازهلك النوح وابنه وتطلع انت وتقعد على العرش يا بقى شبيه انا فندق الواحة يا ريس اللي على الطريق الصحراوي ده يا باشا العنوان مظبوط هي شوق بشحمها ولحمها يا باشا اعتبره حصل شوف يا مالت كل واحد فينا ليه ماضي بيطرده ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطرده تاني وكل شيء باوانه اللي تؤمر بيه ما عليك الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر